السلام عليكم. هذه رسالة إلى جماهير اتحاد الزموري الخميسات الغيور على الفريق والتي لا ترضى بهذه النتائج، كما نحن كمكتب مسير فريق اتحاد الزموري الخميسات باتتا لا نرضى بهذه النتائج هذه. ولكن النتائج هذه كان جات بعد تحصيل حاصل، الكل كيعرف الأسباب ديال هذه النتائج هذه اللي وصلنا لها. دابا اليوم احنا إن شاء الله الرحمن الرحيم كنطفروا الجهود، لا المكتب لا الفريق لا الجمهور، كنطالبوا بأنه ينخرط معنا في هذه المجهودات هذه اللي كنقوموا بها باش نحقوا الفريق اتحاد الزموري الخميسات المكانة الطبيعية اللي كيستحق، ونرجعوا الامجاد ديال فريق اتحاد الزموري الخميسات ونحطوه في الطريق الصحيح. وهذا ماشي هو عمل اللي سهل، فهو عمل كيطلب شويه ديال الوقت وكيطلب شويه ديال الصبر. وان شاء الله الرحمن الرحيم حنا كنوعدوا ساكنه الخميسات والجمهور ديال الخميسات على انه الافضل غدا ان شاء الله غادي يكون. شكرا.